أنا وحدي وعايش وسط أربع حيطان. أنا وحدي بنام بالليل ومش قلقان. ما تيجي نهاجر الواقع ونبعد حبة عن غيرنا، نشوف أحلام بتتحقق ونخلق من الطريق نورنا. عارف إن بكرة أصعب من اللي عدى من الأيام، مانيش خايف من الضلمة، مانيش عاجز عن الأحلام. مسيرك يوم تكون أحسن، مسيرك يوم تعيش في أمان، مسيرك يوم تكون أحسن، مسيرك يوم تعيش في أمان. محدش ليه بيفهمني، أنا محتاج لحضن أمان. محدش راضي يسمعني وقلبي اولا اهلا 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 بيكم كلكم مره واحده، واللي ما جوش اهلا بيهم برضو حتى لو كانوا لسه بيتفرجوا في البيت حسابهم معايا بعدين. بس ايه ده، انت اللي كاتب الكلام ده؟ لا يا عبد الله، انت اللي كاتب. انت مخرج ومؤلف الاغاني. أيوه. وانت عملت المزيكا. ده انت شطار قوي. احمد حسني، عبد الله صابر، يارا المليجي، سالي سعيد، بس سالي زميلتنا، ومصطفى عبد الهادي. شفتوا انا فاكر الزميله ساعه ما بتهزر. اه والله، استنى، عبد الرحمن محسن. عبد الرحمن قفشت. وبعد كده مصطفى رشدي. طيب، واحده واحده بقى. بما انه سيادتك مخرج العرض ومؤلف النص، صح كده؟ مش مؤلف النص، لا، مؤلف النص محمد عادل مؤلف النص. حلو خالص. انا عايز اسال على المسرحيه دي نوعها ايه؟ يعني انا بحضر، لكن ما بعرفش مسرح، ما فهمش فيه. لكن انا ساعات كتير اسمع يقول لك المسرحيه دي نوعها كذا، دي بتنتمي للمدرسه الفلانيه، دي مدرسه علانيه الى اخره. المسرحيه دي مدرسه ايه ولا نوعها ايه؟ اشرح لنا بشيء من التبسيط، احنا غلابه. حاضر حاضر. مبدئيا كده المسرحيه فانتازيا واقعيه. فانتازيا واقعيه الا بمعنى ايه؟ ان انا جايب اسوأ حاله من حالات ذوي الهمم. ولد اتولد عنده إعاقة ذهنية وجسدية، ما بيقولش في حياته غير جملة واحدة بس، هي جملة هنروح فين يا بابا. هي الجملة دي اللي بيقولها طول حياته من أول ما نطق. هو ابتدى ينطق وهو عنده 10 سنين، فما بيقولش غير هنروح فين يا بابا. هنروح فين يا بابا دي معناها غير نطقها. يعني هو بيقول هنروح فين يا بابا، أنا عطشان، بيقولها بأداء أنا عطشان، بس هو بينطق على لسانه هنروح فين يا بابا. اللي انا عايز اوصله من ده كله من العرض ان احنا لازم نحس بالناس دي، ولازم نفهم اكتر ما نسمع، يعني نحس بيهم ونفهمهم. وبعيدا عن ده عايز اوصل معلومه ان الكلام عادي. ما انا ممكن اقول انا فرحان دلوقتي وانا متضايق، بس اللي ورا الكلام حاجه تانية، اللي بين السطور حاجه تانية خالص. فانا كنت الولد عنده عجز ذهنيه وجسديه زي ما قلنا، بيكبر بنشوف تعامل الأب والأم معاه والمجتمع، يعني المجتمع بيتعامل مع الولد إزاي، كله شايفه أنه هو مش بني آدم. الأب شايفه آلة عمال يكرر الكلمة أو الجملة، يقول هنروح فين يا بابا، هنروح فين يا بابا، هنروح فين يا بابا. فبيقول له غير يا ابني الجملة، عامل لك إيه؟ طيب بيجيب له مدرس، فبيجيب له دكتور، فبيجيب له كاهن. الثلاثة ما بيعرفيش يعملوا معاه حاجة، لأن هو الولد عايز اللي يفهمه مش يسمعوا. فاخر العرض طبعا الاب بيوصل ان هو بيبتدي يفهم الولد. طبعا مش عايز احرق المسرحيه. تاخد انطباعاتي باي محمل سلبي، لانه اللي انت بتقوله ده تعالى استلهاما بقى من حاجات الجمل البريختيه، اللي هو من اي بوابه من بوابات الجحيم خرجتوا بالفكره دي. لا، هو هي جمله واحده
فيبقى أدائها الكلامي دايما يعبر عن عاطفة أو شعور ما، دي حاجة في منتهى العبقرية. اللي مثل دور الولد موجود معانا؟ لا، أحمد عباس عنده تصوير في لبنان، انطلق خلاص. عدى، قال لي بقى أنا رايح. بس السالي كانت هي والدة أحمد، والدة الطفل. وبالتالي المفترض ان تبقى سالي هي اكتر حد قادر يفهم الولد ولا في الاول، لما يعني في اول المسرحيه مش بنشوف ده، بنشوف ان هي مع الاب مش قادره تستوعب ان هي خلفت ولد من ذوي الهمم، او ولد ما بيقولش حاجه، ما بيتكلمش غير جمله واحده، هنروح فين يا بابا، ولا مش طفل طبيعي كمان. فطبعا صدمه، اي اب وام عايز ابنه طبيعي او زيه، فجاه بيلاقي ابنه او ما خلفه يعني، بيلاقوا ابن مش طبيعي، فبتبقى الصدمه بقى هنا، بتبقى رافضه برضو زي الاب، لحد ما في لحظه معينه بتفهم ابنها وبتحس بيه، ان هو بيقول لها مثلا كلمه يا ماما، بس قالها لها فين يا ماما، بس يا بابا، يقول لها يا بابا عادي. بس هي فهمتها ان هو بيكلمها هي بقى. في لحظه معينه بتفهم، بس بيكون بقى هي حستها. يعني هو قال لها هنروح فين يا بابا، هو قال لها في الحقيقي هو القصد ان هو يقول ماما، بس اللي يطلع من بقه هنروح فين يا بابا، فهي حسيتها ان هي ماما، فراحت له قالت له انت قلت ماما، مش طبيعي. صح. هو بالنسبه لها الاب بيطلع يسمعه، بتقول له ده قال ماما، ده لسه قايل دلوقتي ماما. فالولد بيقول الاب بيقول له اتكلم، قول اي جمله، فبيقول هنروح فين يا بابا، بيقول نفس الجمله، فبيقول لها وسعي، ويسيبها وينزل. طيب تعالى نروح عند بابا مصطفى. التعامل بتاع الاب مع الولد، بس انت كمان في النهايه خالص انت قدام الجمهور، فانت طول الوقت لازم توصل لي العاطفه بتاعتك والشعور بتاعك. وانا ما شفتش المسرحيه وهي بتتعرض في المنتدى للاسف الشديد يعني، بس المساله في انه كمان انا عارف كويس قوي ان المسرحيه حظيت بنسبه مشاهده تخوف. الحمد لله. ما شاء الله 25 جائزه دوليه ومحليه، احنا الحمد لله يعني. انت ازاي قدرت بقى توصل للناس كل شعور الأب اللي مفترض إنه يفهم الجملة الوحيدة اللي بينطقها الولد؟ صداع طول الحياة. صداع. يعني الولد صدق أنت صح؟ ما هو الفكرة ليه؟ أنا ألدغ، ده بجد والله ما بهزر، ألدغ بقول إيه؟ فعلشان أنطق قدام حضرتك وحضراتهم إيه؟ سنة 98 سيدة فاضلة عظيمة اسمها صديقة حياتي علمتني الشغلانة دي وعلمتني انطق، فده بيتسبب ليا في صداع حقيقي طول ما انا بقول ره، عشان ما ينفعش المذيع يبقى ألدغ. يعني زي ما قالت لي أستاذ صديقة، يا ابني ما ينفعش تبقى مذيع ألدغ، طلع حاضر كمل. فأنا مقدر الصداع. هو صداع، لأن هو يعني المفروض ان انا مش متقبل الولد ده، فكون ان هو يبقى بالشكل ده وما بيقولش غير كلمه واحده، ده يخلي الاب محطوط في خانه ان هو عايز يغير وفي نفس الوقت عايز يهرب، فهو بقى بيعمل حاجتين في نفس الوقت، بقى بيهرب، بيروح يسكر ويبعد عن البيت وما بيدخلش البيت خالص، وفي نفس الوقت بيعمل حاجه تانية بتعبر عن حبه للولد، لان هو باين ان هو في الطريقه الاولانيه ان هو بيكرهه، ان هو بيهرب، بس ده ابنه فبيضطر ان هو يلجأ لحاجات تانية علشان خاطر يعالج الولد، لان هو شايل القضيه من جواه، فبيجيب له مدرس وبيجيب له دكتور، بيروح لدكتور نفساني علشان يشوف هو ممكن يكون مشكله عنده ولا عند الولد ولا فين، بعد كده بيجيب له كاهن، يعني بيلجأ لكل الاساليب، كل الوسائل اللي موجوده في المجتمع علشان خاطر يعرف يفهم الولد. هو الجمله دي الاب لو كان فهمها مع بدايه كلام الولد ما كانش كل ده حصل في احداث المسرحيه. هو للأسف الشديد الأب ما فهمش فحوى الجملة، هو فهم إن هو بيكرر الجملة، فلازم هو يخلي الولد يغير الجملة. الأم لما فهمت الولد ابتدت هي تتغير في معاملتها مع الولد، الأب لا، الأب ما تغيرش في معاملته مع الولد لدرجة إن هو قرر إن هو يمشيه بره البيت، يطرده ويبدأ هو ومراته حياة جديدة. بس لما حصل حدث في المسرحية اتفضل احنا اقوله، اتفضل حضرتك. ليه حكيت الاحداث يا زهره؟ وبعدين ليه مطلعين الاب طاغيه من العتاة يعني؟ مش ممكن. طيب هنا هرجع للراوي، لان احنا اعتدنا فيما اعتدناه
الراوي دايما مش بس في المسرح المصري حتى المسرح الكلاسيكي. بص انا بتفرج على مسرح بديني عشان بس ابقى متفق. وانا بتفرج على مسرح كلاسيكي في اغلب الاحوال، ولما ظهر المسرح التجريبي في مصر فكنت متابع قتيل بقى بقول لك. بس برضو كل اللي احنا تعودنا عليه في اغلبه الاعم الراوي دائما رجل يمتلك بيز مذهل جدا، حاجه اقوى من اسامه منير كده مثلا. سمسم وحشني والله يا اسامه، هو حبيبي صاحبي. فالمره دي الراوي صوت سيده، صوت فتاه، واظن في صعوبه يا رب انك تتحولي الى راوي في حاله تاريخيه من الرواه الرجال. هو الراوي ده حاجه صعبه قوي، لان انا بقعد اتكلم مع نفسي ومحدش بيرد عليا، يعني انا بقعد امثل واقول واعمل والجمهور بس اللي انا سامعني وشايفني، فده بالنسبه لي حاجه صعبه قوي. خصوصا بقى ان الراوي ده اصلا، معلش يا عبد الله هو انت هتفتشي سر هو اصلا روح الولد. يعني في اخر المسرحيه بيكتشفوا ان الراوي ده هو اصلا الولد، يعني روحه. هو الولد توفى في اخر المسرحيه؟ لا لا، هو لسان حاله. بالظبط، بيعبر عن كل اللي بيمر بيه. ولما بيبتدي باباه ومامته يفهموه بيطلع بقى الراوي. يعني في اخر المسرحيه انا ببقى بتحول، هو بتحول ببقى بكل تفاصيله بطريقه كلامه، ما بقولش غير نفس الجمله اللي هو بيقولها. ده حاجة عاملة زي الضمير عند شكسبير، انه دايما كان يبقى عبارة عن حالة خيالية، فهو يتصور بالزبط. اشباح يعني مكبث، وهو ابهرتكم ان انا جامد قوي. فدايما كان في اشباح بتطارد مكبث، هي الضمير بتاعه طول الوقت. فانت المرة دي كنت روحه داخل الولد، روحه اللي الناس مفروض تحس بيها وتفهمها. فانت كنت روح الولد. طيب الراوي طبعا لازم يمتلك مهارات حكي مخيفه، لازم تبقى ستوري تيلر، وفي نفس الوقت انت كمان عندك مناطق مختلفه من الاداء وما حلتكش غير صوتك. ده كان تدريب ولا ده دراسه؟ يعني تدريب للمسرحيه بالمخصوص كده ولا هي دراسه؟ لا مسرحيه. للمسرحيه؟ المسرحيه. انا اصلا ما كنتش عارف الراوي ده بيعمل ايه لحد ما دخلت المسرحيه وفهمت كل حاجه بيعملوها، وازاي الموضوع صعب، وازاي ان هو يعني موضوع صعب قوي ان انت بتمثل مع الجمهور ومحدش بيرد عليك وشايف المشهد ونفسك تدخل معاهم. عايز اطلع. لا ما طلعتيش خالص، مخبيينك طول الوقت؟ لا طلع بس لوحدي. بس لوحدي؟ اوكي. مش بتقومي بحاجه معاهم هم في اخر المسرحيه؟ استنى، عشان انت ديكتاتور واضح. هو عايز واضح. عايز الحقها والله. هو انا خايف اقول العرض بقى. نموذج للمخرج المسيطر. لا مفيش خالص كده. يعني اكثر سطوه من يوسف شاهين الله يرحمه. طب انا هنا عايز اروح لاحمد، احمد حسني صاحب الصوت الذهبي والموسيقى الرائعه، ده بجد بامانه شديد. في حاجتين انا ملاحظهم حتى يعني وانا بسمع التراك من العرض نفسه وانا بسمعك دلوقتي، هي فكره انه الصوت معبر جدا. بس كمان مسألة التأليف الموسيقي لمسرحية بتحمل كل الصعوبات دي، ده حمل ابن لذينة. طيب انتوا حاجة تفرح. بصوا انا هنروح لفاصل، الفاصل ده بالنسبة لي كسر قلبي، لان انا عايز اكمل مناقشة دون ان يحدث فيها اي فاصل على مدار الحلقة. بس الامر لا من قبل ومن بعد، ربنا يكتر الاعلانات. فاصل ونرجع نكمل الكلام. على ايامنا العرض اظن كان ب 10 جنيه 15 جنيه، دلوقتي ب 30 برضه معقول والله، يعني معقول مشيها معقول. خلونا نرحب مره تانية بابطال عرض المسرحي سالب واحد. انا هنا بقى عايز اروح لعبد الرحمن. عبد الرحمن محسن، قمت بدور الجوكر، ومفترض ان انت اللي كسرت الحاله لو صح التعبير بس عشان ما يقتلناش. لا صح والله، الحاله الكئيبه اللي ممكن تبقى بتخيم على العرض، او الحاله الحزينه اللي تخيم على الروايه نفسها. عملت كده ازاي من غير ما تبوظ الروايه او تبوظ الحاله لو صح التعبير؟ يعني هو حضرتك، انا عبد الله لما كلمني على العرض كلمني كان تقريبا هيعرض بعد 3 ايام، فهمت ان ده مدرس جاي يعالج ولد ما بيقولش غير هنروح فين يا بابا. يا بابا ما بيقولش هنروح فين يا بابا.
فهو بقى حضرتك شايف الصداع اللي كان مصطفى بيقوله ده اللي هو الصداع اللي هو على مر ال 15 سنه اللي الولد عاشهم. هو بقى المدرس ده عاشهم في 7 دقائق مثلا. جه ما استحملش الولد لقى 7 دقائق بيقول اروح فين يا بابا، فاتخنق منه جدا وقرر بقى ان هو يمشي وبتاع. وبعد كده راح له دكتور نفساني عشان يشتكي له، يقول له انا عايز اشتكي لك ان انا ابني ما بيقولش غير جمله واحده. فلقى الدكتور متوه وبيقول له نكت وبيقول له عن وبيقول له حاجات غريبه كده بيقول له حاجات غريبه مالهاش اي علاقه بالموضوع. فللاسف كان بيبقى لود عليه هو. وبعد كده بقى بيفكر يجيب له دكه مثل، يعني اعمل لي مثل لايف كده ايه لا يعني مثلا هو الدكتور كان بيعالجه بالضحك، يعني هو الدكتور بيقول له اسمعني فبيقول له ايوه انا بعالجك بالضحك، فبيقول له يعني ايه بتعالجني بالضحك؟ بيقول له يعني مثلا هقول لك نكته. أنا عايز الاداء يعني احنا بادين المشهد لا خالص والله مش هاكل حضرتك. بقول لك ايه ولا سيبك من حضرتك ولا بتاع، لا هقلع الجاكيت واقعد معاك على الارض بجد حقيقه. انا عايز اشوف الاداء مش علشان يلا بينا هنضحك، صدقني انا فاهم. انا عايز اشوف الاداء لان انا عايز افهم. ما انا برضه يعني حط نفسك مكان انا فاهم هو حضرتك الافيهات بتاعته النبي اكتر. لا انا فاهم والله يا طب يلا والله. والافيهات بتاعته كلها موقف، يعني هي بتتشاف الموقف اكتر ما منها افيه لفظي او يعني انا نفسي حضرتك يعني هو بادئ ان انا بقول له يعني بقول له مشكلتي وقاعد عنده منهار وبقول له قلقانين منه عشان العرض ما يتكلمش. لا والله والله ما انا قادر اتفهم جدا ان هو موقف، وبالتالي طب ما هو انا عندي الاب وعندي الدكتور يعني ربع مشهد حضرتك لازم تنورنا والله. ودي بتعمل لهم عمل ولا انت؟ لا والله بص انا مش عايز لا خالص والله انا مش يعني اديله حته اهو. بص هو حضرتك بيروح للدكتور فهو بيقول له يا دكتور انا ابني ومراتي مش عارف اعمل ايه. اقول لك عليه ماشي مثلا يعني بس يا دكتور فانا ما بقتش عارف اتصرف ازاي بصراحه، لا بقيت عارف اتصرف مع الولد ولا مع مراتي حتى. انت لسه قاعد؟ طب استنى اقول لك نكته. بيقول لك مره فطاطري اتخانق مع مراته قال لها انت بتزعقي ليه؟ توتي توتي. فهو حضرتك بقى حضرتك قلت لك لازم تنورنا. فهو بقى بيقرر الدكتور ان هو يعالجه بالضحك، وهنا بقى الضحك ان مفيش ضحك يعني الضحك ان هو الدكتور بيعالجه بحاجات المفروض ان هي بتضحك وهي ما بتضحكش، بس هي ما بتضحكش خالص. شخصية تالتة، شخصية ما بتضحكش البشر العاديين لانها في غير موضعها طول الوقت. بالظبط ايوه. وبعد كده بيجيب له بقى انا اتعصب عليه بعدها وبقول له نص ساعة بحكي لك قصة حياتي وانت بتعالجني بالضحك، وبيحصل ما بيننا خناقة كبيرة جدا يعني. في الاخر بكتشف ان انا جيت غلط، لان انا هو اختيارات الاب للاسف الشديد في الناس اللي هو بيجيبهم من الولد كلهم غلط. يعني لا المدرس عارف يوصل ويفهم حالة الولد، ولا الدكتور اصلا واعي، ولا حتى الكاهن يعني كان بيطلع نصاب وهو اصلا مش كده. فهي دي المشكلة يعني. مصطفى هادي دكتور يعني كان دورك دكتور في العرض. بالظبط. طيب والدكتور في العرض مفترض ان هو بيعالج هنا الولد وهو المنطق دي قاعدة شخص منطقي. لا خلاص لا كمل بس يعني انا اللي هو المشهد اللي انا بطلع فيه بعد الولاده المفروض ان انا ولدت الطفل، ففكره ان انا هصدم الاب من الحاله الطبيه اللي الولد فيها وهو واقف فرحان ومستني الولد زي اي اب ينزل وبتاع، فانا انسانيا لازم اروح اقول له اللي مكتوب في التقرير ان ابن حضرتك اتولد عنده اعاقه ذهنيه واعاقه جسديه ففكره ان انا اخش اقولها له كانت دي كانت صعبه بالنسبه لي. هقولها له ازاي؟ هصدمه هقولها له ازاي؟ في المشهد اللي بعد كده بنوصل المخرج بيبقى عايز يوصل رساله العرض في ان دي نعمه كبيره من عند ربنا، نعمه كبيره جدا، وقد ايه انت ام عظيمه وانت كمان اب عظيم. الولد ما فيهوش اي حاجه خالص، بالعكس الولد كويس ومبسوط وطلباته مجابه واحلامه سهله وبسيطه ما فيهاش عقد زي احلامنا والحاجات دي كلها. و انا بقول حاجه تانية. قدرت لا صحيح قدرت تعمل الحكايه دي ازاي من غير ما تحولها الى موعظه مباشره جامده بارده الى اخره؟ يعني قدرت توصلها ازاي بحيث ان انا كمشاهد ابقى قاعد بسمعك والمنطق بتاعك حاضر عندي طول الوقت، بس كمان ابقى انا من جوايا
عايز اكمل سمع، مش عايز ابقى بشعر انه في جدار فاصل ما بيني وما بينك، كانك واعظ يلقي علينا بالموعظه افعل كذا ولا تفعل كذا. حطيت نفسي للحظه ماذا لو انا مشاهد للمشهد ده، لو انا واحد من الجمهور وعايز اسمع الكلام ده وعايز اصدقه وعايز احس بيه. طبعا موضوع يعني انا مش عايز اقول ان هو كان صعب، بس هو كان موضوع انك تحس اكتر الكلام، تفهم منطق وعايز يقول ايه وعايز يروح فين، وهل المثقف هيفهمه والغير مثقف. انا عايز الاثنين يفهم الموضوع انسانيا، مش ملوش علاقه بالتلقين اكتر ما هو ليه علاقه بان انا اوصل له احساسي في ايه. يعني لدرجه ان انا كنت عايز امثل اكتر، يعني اودي الموضوع اكتر من ان هي موعظه. وبالعكس بالعكس يا جماعه، اللي انتوا فيه ده نعمه كبيره قوي من عند ربنا. ما تزعل، يعني الموضوع مش محتاج بالعكس زعل. اعتقد هو حتى بيقول لو انتوا عندكم ازمه ان الولد عنده ازمه، فالولد زي ما قلنا يا جماعه، وبخاطب الناس ما عندوش اي ازمات خالص. اعتقد ان الازمه الحقيقيه عندكم انتم الاثنين. ساعتها الجمهور بيقرر يسقف مش للكلام، للمنطق. صح، مش ليا 100% للكلام اللي مكتوب. طب عبد الله، العرض برضو واضح ان هو مليان عناصر، يعني مزيكا، اداء حركي مش قادر اسميه انه اداء راقص لانه كان اداء حركي بيعبر عن شيء ما، زائد الاداءات المختلفة يعني ما بين راوي وما بين ام مش عارفة تتواصل مع ابنها لحد ما تصل الى درجة التواصل، الدكتور اللي عاوز يحكم المنطق دون ان يكون الاداء اداء واعظ مثالي، الشخص اللي بيضحكنا طول الوقت في المسرحية لكن في نفس الوقت مش بيحولها إلى حالة من حالات الابتزال، وأظنها صعبة عليه وصعبة عليك، فكون أنه يوصل ده في حقيقي دي موهبة مذهلة. الأب اللي طول الوقت مشاعره بتتضارب ما بين ده ابني اللي أنا بحبه خايف على مصالحه، وفي نفس الوقت أنا تعبت فأنا هتركه وابعده وأنبذه بره البيت خالص. كل ده حمل حقيقي، يعني خليني أبقى يعني أقول لك كل التحية بصراحة، بس الحمل ده تعاملت معاه ازاي؟ وفي نفس الوقت صعوبات انت بتواجهها طول الوقت من اول الراوي لحد الاب لحد التأليف الموسيقي اللي انت عايزه طول الوقت يعبر عن المشاعر المختلفة. زي ما قلتولي حتى واحنا في الفصل، الولد بتحصل له رعشة يبقى لازم الكمانجة ترتعش معاه، عشان كده عملتوها لايف، ما هياش مجرد تراك يتسجل ويتلعب واستسهلنا. الموضوع كله ان احنا عندنا ميزه، يعني احنا تعبنا، قعدنا فتره، قعدنا سنه عشان نطلع العرض ده. طبعا احمد عباس يمكن هم عارفين ان هو اكبر مجهود في العرض اتعمل كان هو، لان بطل العرض الاساسي وللاحداث بتدور حواليه ما بيقولش غير جمله واحده، وعنده عنده طول العرض ماسك بقى قاعد يعمل، ما وصل للاعاقه دي، وصلنا لدرجه كبيره قوي لدرجه ان هو في مره من المرات في ضلع من ظهره اتخلع اتخلع بسبب الدور. ضلع من ظهره، ضلع ايده من ايده هنا. يعني هو كتفه اتخلع كمان، من عند لانه دايما واخد بوزيشن، عود واخد بوزيشن معين بدراعه، فقعد علاج طبيعي بقى، قعد شويه علاج طبيعي يعني. احمد عباس تعب جدا عشان يطلع الدور ده، ده بصراحه جدا. واجهنا صعوبات كتير جدا جدا جدا. هو يمكن كان بيتخفى علينا الحمل شويه لما بنطلع على المسرح ونسمع صوت السوكسي او نطلع، ده كان المكافاه الكبيره بالنسبه لنا. يمكن لسه من شويه كنا شايفين جانب من حاله الـ 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 التزاحم او التدافع طبعاً. على الناس تخش عايزه تحضر العرض طبعا. وده كله يعني بعد كل ده طبعا الفضل في الحقيقي يعني يرجع للاكاديميه، اكاديميه الفنون. مش بشكرهم لان لازم اشكرهم في البرنامج وكده، لا هو حقيقي الفضل يرجع لمعهد فنون مسرحيه بالذات، وبعض الناس اللي حقيقي يمكن مش متشافين قوي، دكتور عبير فوزي، دكتور اشرف ذكي جدا 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 واقف في ظهرنا، استاذ شادي سرور مثلا من الناس اللي وقفت في ظهرنا عشان نعرض في الهناجر، ودكتور مدحت الكاشف ودكتوره غاده جباره ودكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه دعمتنا بشكل مش طبيعي خالص. قعدنا فتره طويله جدا فعلا مجهود، والحمد لله بفضل الله الكاست كله الناس جميله جدا. يعني انا ربنا يعني انا خرجت في حياتي 15 16 عرض مثلا. اول مره كم سنه تديني كم سنه 26 بالظبط.
عشان حرق دقني خرجت في حياتي يعني عدد بسيط طوابع فلا اول مره في حياتي بجد حتى اشتغلت مسرح كتير كممثل اول مره في حياتي اشوف كاست روحه جميله مع بعض بيذاكروا مع بعض بيطلعوا شغل مع بعض بنقف جنب بعض بنخرج مع بعض خلاص بقينا اصحاب فبنطلع العرض واحنا مبسوطين ايوه حقيقي هو اللي اتعامل فعلا اللي اتعامل اي حد كان بيخش فعلا العرض سواء حتى الموظفين بتوع بتوع المسرح ما بيتعاملش غير انسانيا يعني مثلا دور الاب دور الام ماذا لو انا ام مش الكاركتر بتاع الام تمثيلا هيبقى عامل ازاي اكتر ما انا مش محتاج غير ان انا ابقى ام او ان هو يبقى اب حتى الموظف ذات نفسه بيبقى حاسس ان كل ده عمل خيري مجمع احنا بنعمله انسانيا وهيطلع انسانيا ده حصل بصراحه بالزبط. اكتر من كونها لعبه فنيه ومش قصدي اي حاجه بس احنا شكلنا صغير فلما كنا بنخش في مهرجانات او حاجه فبيقولوا العيال دي هتعمل اي حاجه وهتمشي بجد الحقيقي بس احنا مين اللي كان بيقول كده ده ناس كتير جدا هم كتير هم لا لا بجد بجد حقيقي كان في حاجات كتير قوي بيشوفونا عيال صغيرين بمجرد ما بيشوف احمد عباس طلع في بدايه العرض ابتدت الاعاقه تمسك جسمه بيبتدوا يطلعوا موبايلاتهم من الكواليس ويصوروا الناس ابتدت تصور يعني انا فاكر في منتدى شباب العالم مثلا بيبوظوا لك العرض لا الصناعيه فعلا والله واقفين من ورا الصناعيه اللي هم الباك ستيج العمال بتوعنا عمالين يعملوا كده يعني انا ببقى لافف من ورا الكالوس مثلا عشان خلصت انا اكتر واحد بيبقى قاعد بره مستنيهم بجد شايف الناس في حاله انبهار و زعلانين حضرتك فاهم قصدي زعلانين لا الواد خلي الواد ينطق انا اخر ليله في الهناجر خلاص بقى في تفاعل ايوه حصل اخر ليله في الهناجر اخر ليله اللي عملناها اللي فاتت انا قاعد في الكابينه عادي كابينه الاضاءه ومشغلين اضاءه فجاه لقيتهم بيسندوا حد وبيدخلوه بيعيط مش قادر يمسك قلت لهم يا جماعه من المستشفى دخلوا بجد الناس الموضوع يعني مثلا لو دور عبد الرحمن محسن مش موجود في النص جربت كده قلت مش موجود ونشيل كده الدور ونعرض من غير الدور ده ونشوف الحاله التراجيدي هتوصل للناس ازاي فجبت ناس تتفرج على جنرال فالجنرال الناس جت اتفرجت عليه طالعين اعصابهم بتترعش فكان لازم احط دور عبد الرحمن محسن يفصل. علشان خاطر يفصل الناس الدور يعني خلاص عملنا مشهد تراجيدي اللي هو مثلا الاب بيخنق فيه الولد عشان خلاص بيقول له خلاص اسكت بيموته مش بيخنقه عشان يقتله لا يعني هو عشان ما يبقاش غلط لا لا هو بيخنقه علشان بس طول الوقت صوت المنطق مش علشان يقتله لا لا هو بيخنقه في مره الاب فاهمك الاب بيبقى سكران فبيخش هو مش بياخد باله ان هو خانق الواد هو فاكره بيسكته فاكر نفسه بيسكته فالمشهد ده بيوصل لمرحله ان الناس بتبتدي خلاص تنهار فلازم افصل بعديه على طول بمشهد كوميدي لازم افك هو الناس. العرض انتاج الاكاديميه ولا انتاج اكاديميه المعهد العالي للفنون المسرحيه طب والعرض اتعمل له تصوير تلفزيوني بحيث انه يبقى قابل للعرض على التلفزيونات هو لا هو اتصور في المنتدى منتدى شباب العالم طبعا احنا في منتدى شباب العالم كنا شايلين نص ساعه من العرض مثلا عشان خاطر التايم ملتزمين بوقت معين فاتصور في المنتدى بس مش ان هو يتذاع بعد كده على التلفزيونات هو اتعرض 26 مره يعني. انا هقول لك انا بفكر في ايه بس بعد شويه لان انا لا افصح عن افكاري بشكل مباشر ولا سريع طيب هو العرض اللي جاي يعني حددته هيتعرض فين ولا لسه لا واحنا حتى الان احنا لسه وفي لسه اخبار كده يعني بس مش عايزين نقول عشان بره مصر يعني بره مصر بره مصر لا مش جوه مصر بره مصر باذن الله اوروبا ولا منطقه عربيه لا منطقه عربيه اوكي وبنسعى لاوروبا بقى لو جت يعني يا اوروبيين لو جايبين اوروبا مهم ايوه طبعا بس هقول لك انا بقى بفكر في ايه يعني اللي انا بفكر فيه وده طلب او تمني او مناشده انه العرض ده تتبناه الشركه المتحده يعني ده عرض يتصور بقى بكامله بدل ما يتم الاختصار النص ساعة يتصور كله بكامله ويبقى موجود عندنا على واتشت ويبقى موجود عندنا على شاشات التلفزيون التابعة للمتحدة ده يبقى أكتر من رائع أتمنى ذلك أتمنى ده مجرد أمنية عند مواطن بيحب يتفرج على المسرح لأن أنا بقول الكلام ده ولسه المتحدة كانت بتعلن بروتوكول التعاون مع الأستاذ محمد صبحي فحب أنه كمان نقدر نتعاون مع الأكاديمية ونتعاون مع أبطال عرض سالب واحد لأنه العرض حلو حلو أنا يعني أنا واثق في المتحدة دايما بتعمل حاجات عشان خاطر طول الوقت نملى أدمغة المصريين بحاجة حلوة وجميل إحنا أولى صح
مش احنا اولى بيكوا لا. لا صح طبعا بعد صح. كده بقى تطلعوا تعرضوا في باريس وتعرضوا في مدريد وتعرضوا في لندن وتبقى صح. حاجه مزاج المزاج ما عنديش اي مشكله بالعكس ابقى سعيد ان انا أشوف. هو انت ناوي تكملي مذيعه ولا تمثلي يا سيدي بالمناسبه برضه الاثنين مع بعض الاثنين دي يقولوا صاحب بالين كذاب انا بحب الراديو جدا انا شغاله في الراديو بقالي 10 سنين أوه. في 90 ف انا بقالي 20 ايه بقالي 20 الله اكبر الله اكبر سن السن عمال بيجري فحقيقي لا يعني شغله الراديو ليها متعه والتمثيل انا بدات امثل مثلا بقالي يعني 4 سنين اوكي والتمثيل عايز طول بال شويه يعني انت عايز بقى تقعد تتعلم كتير وتمارس مسرح كتير وتمارس تمثيل قدام الكاميرا كتير لان ده هو اللي بيتقل الممثل كمان تمثيل المسرح كمان بيتقل الممثل طبعا 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 فانا يهمني الممارسه اكتر ده بشكل شدي حيلك اشجعك جدا لا. عبد الرحمن ناوي تحبس نفسك في الكوميدي ولا لا والله ما بحفظ لا 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 خالص خالص والله يعني. عارف مره انا كان ليا حظ انا وانا هقول لكم الجمله دي ويبقى الكلام اخر كلام معانا يعني. كان ليا حظ جيد جدا 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 ان قابلت سعد الدين قردش حاجه ما فيش بعد كده يعني ربنا يرحمه وبعدين كنا بنتكلم على ممثلين هو كان معجب بيهم فقال لي نصا على رحمة الله عليه برضو يونس شلبي مع حفظ الألقاب ربنا يرحمه قال لي واحد من أنبغ طلبة المعهد وما كنتش أحب أبدا أنه يحبس نفسه في أدوار الكوميديا لأنه وهو كان راجل جميل قال لي يعني عارف يا أستاذ يوسف فأنا حتى أنا كان عندي 25 سنة كمان بقى قلت له أنا مش أستاذ إزاي حضرتك تقول لي فضحك قال لي لا لا اسمع بس انت لو كان لك حظ وشفت بالظبط كده تمثيل يونس في المعهد كان عامل ازاي في مسرح كلاسيكي هتنبهر كنت انا اقف اسقف له خد بقى لما سعد قردش سعد قردش طبعا بيسقف طبعا فانا النصيحه اللي دايما اقولها لاي حد يعني من الناس اللي انا احبهم ابقى معجب جدا بيهم زي حضراتكم كده محدش يحبس نفسه في دوره والنبي اكيد اكيد والله ارجوكم لا لا ودايما انا حتى بقولها بشكل دايما علني لان انا احبه جدا محمد سعد من اروع اللي مثلوا كلاسيكيات المسرح الروسي وهو عارف فما يعني دايما اتمنى انه دايما يقدم لنا نوعيات مختلفه من الادوار انا فرحان بيكم جدا جدا قوي خالص بجد والله يعني قعدتكم في حد ذاتها فعلا ما يتشبعش منها ده بجد واضح جدا ان العرض ده عرض حلو انا اللي خسران للاسف ان انا ما شفتوش بالرغم ان كنت عرضه مخصوص وما شفتوش في نظام عرضه مخصوص يا اخي كنت عملت مسرح وعرضته وكنت هخلي الدخول مجاني بس ربنا يبعت لا 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 ان شاء الله قريب هنعرضه وهنعمل ليله مخصوص باذن الله باذن الله وعلى وعسى يا اخي يتم التبني من المتحده كده ونشوفه على واتش نشوفه هنا نشوفه في الاون نشوفه في سي بي سي في الحياه يعني ماشي الحال ان شاء الله نورته واحد واحد واحده واحده واحد 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 كل الشكر ليكوا ويا رب يا رب دايما اشوفكوا في اعلى المراتب المسرحيه وما يبقوش 25 جايزه 250 جايزه قولوا ان شاء الله شكرا ليكم لو كلنا العمر نتقابل بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه